في عناوين النشرة، البيت الأبيض، بشار الأسد رئيس سوريا وزعيمها، والأولوية لهزيمة داعش. اجتماع أمني في بعبدة يلف الحدود والمطار. الجلوزية الأمنية وسط ضغوط دولية كبيرة علينا بمسألة الأمن المسافرين. الحسيني عن رسالة الخمسة. نتائجها كانت سيئة وأساءت لهم إلو. خطة الكهرباء لا أون ولا أوف. السرعة مهمة، ولكن السرعة لا يجب أن تكون على حساب يعني الإجراءات والشفافية. بين أرمينيا ولبنان وزير السياحة يوضح للجديد. طريقة الجواب لا غلطت بطريقة الجواب. وفي النشرة، السنيورة يحيي 40 عبد الحليم. بل هي عودة للالتزام بالعروبة المستنيرة التي تجمعنا مع أشقائنا في العالم العربي. تخلو وعمر ما خنكم ولا اشتكى منكم. صباح الخير. ربيع أمريكا بدأ يمهد لطمر ربيع العرب، فبعد 7 سنوات على ضرب المنطقة برياح خماسية، هبت عواصف التغيير انطلاقا من واشنطن ونيويورك. وفي ثالث موقف من نوعه، أعلن البيت الأبيض مساء أمس أنه يجب قبول الواقع السياسي فيما يتعلق بالرئيس بشار الأسد، والتركيز الآن على هزيمة داعش. وقال سين سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض إن الأسد هو رئيس هذا البلد ذي السيادة وزعيمها، وهو الرأي نفسه الذي أعلنته سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هيلي، إذ أكدت أن سياسة الولايات المتحدة في سوريا لم تعد تركز على إزاحة الأسد عن السلطة. وسألت هيلي: هل نعتقد أنه عائق؟ نعم. هل نجلس هناك ونركز على إزاحته؟ لا. لكن تساؤلات السفيرة كان قد أجاب عليها وزير خارجية أمريكا ريكس تيلرسون من أنقرة، عندما قال أن وضع الأسد وعلى المدى الأبعد سيقرره الشعب السوري. وأبلغ ناظر الدبلوماسية الأمريكية أقرانه الأتراك أن أمريكا تواجه خيارات صعبة في سوريا، وبحث مع المسؤولين هناك كيفية إنشاء مناطق لعودة اللاجئين إلى بلادهم، وهي خلاف تلك المناطق الآمنة التي حلمت بها تركيا على مدى سنوات الأزمة. وبتصريح واحد يكون وزير خارجية أمريكا قد أصاب أردوغان بجلطات سياسية وأمنية متتالية، فهو أحاطه علما بأن الأسد وعلى المدى الأبعد سيختاره الشعب السوري، أي أنه باق الآن وسينتخب غدا. وفي تخثر الدم الأبعد مدى، فإن تيلرسون يؤكد لأنقرة أن لا مناطق آمنة لا اليوم ولا بعد حين. وعليه فإن تركيا لم تعد ترى أن عملية درع الفرات لا زالت ذات جدوى، لذلك أعلنت انتهاءها لأنها حققت أهدافها. لكن أيا من هذه الأهداف لم يكن قد وصل إلى أول الطريق، فلا المنطقة الآمنة قامت ولا السيطرة التي كانت تنشدها تركيا قد فرضت من جرابلس إلى الباب ومنبج والرقة، وصولا إلى الطرق على أبواب دمشق الذي كان يستهدف الرئيس الأسد قبل أسبوعين وأخفق في فتح بوابات الشام. أمام هذه التسويات، فأن قصر النظر اللبناني كان يبحث عن دس رسالة في بحر مات وشبع موتا. وعن هذه الرسالة قراءة دستورية للرئيس حسين الحسيني، الرئيس الذي لا يمكن أن يكون سادس المجتمعين. لكن الحسيني قرأ الرسالة بمفعول رجعي يعود إلى أيام طويلة الحوار التي تختزل المؤسسات وأعلان بعبدة الذي ينشد الحياد، وسأل: حياد عن من وعن ماذا؟ عن إسرائيل العدو؟ وعن الرسالة الخماسية لخص الحسيني الموقف بالقول: العبرة كانت في النتائج.
إذن الإعلام الحربي يعلن مقتل 500 مقاتل من جبهة النصرة في ريف حماة، وواشنطن تعزز بقاء الأسد بتصريح ثالث، إذ أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض سين سبايسر أن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تتقبل الواقع السياسي في سوريا، وهو أن بشار الأسد هو رئيس هذا البلد ذي السيادة وزعيمها، وأضاف: بدلا من ذلك يجب على الولايات المتحدة أن تركز على إطاحة داعش من المنطقة. وألقى سبايسر باللوم على إدارة باراك أوباما لفقدانها فرصة إزاحة الأسد من السلطة عندما كانت تلك الاستراتيجية لا تزال قابلة للتطبيق، وقال: الإدارة السابقة كان لديها فرصة، الآن أولوياتنا مختلفة. تطورات في السياسة والعسكر شهدتها الساحة السورية في الساعات الأخيرة، كان أبرزها تأكيد أمريكي ثالث من نوعه هذا الأسبوع على بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه، إذ أعلن البيت الأبيض أنه يجب قبول الواقع السياسي فيما يتعلق بالأسد والتركيز على هزيمة داعش حالياً. الميدان فإن الحسم كان يسير بخطى سريعة، إذ أعلن الإعلام الحربي والجيش السوري أن وحدات من القوات المسلحة واصلت عملياتها في الريف الشمالي لحماة، واستعادت بلدات وقرى أبو عبيدة، شليوط، حجامة، زور المصالق، تصليبة أم حسان، وقضت على أكثر من 500 مسلح من جبهة النصرة والفصائل التابعة لها، ودمرت 3 دبابات و40 سيارة، بعضها مزود برشاشات ومستودع ذخيرة. وعرف من المسلحين القتلى أمين لبيور، وهو أمير معسكرات التدريب في هيئة تحرير الشام، أبو فهد العنزي، قيادي في هيئة تحرير الشام، محمد أحمد جولاق، شرعي في هيئة تحرير الشام، أبو رياق التركستاني، قيادي في الحزب التركستاني، عبد الرحمن عبد الله دعيد، سعودي في هيئة تحرير الشام. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش السوري سيطر على 75% من المناطق في ريف حماة الشمالي، ويأتي ذلك فيما أعلن الجيش التركي أنه سيبقي على وجوده المسلح في شمال سوريا على الرغم من انتهاء عملية درع الفرات. وأكد أنه من غير المرغوب إقامة قنطونات كردية، ولكن في المقابل يمكن للسوريين العودة إلى مناطقهم. وفي جنيف اختتمت الجولة 5 من المفاوضات، وأكد رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري أن النقاش تمحور حول قضايا الدستور والحكم والانتخابات والإرهاب. للأسف انتهت هذه الجولة ولم نتلقى رد الأطراف الأخرى أو المنصات الأخرى ولا على أي ورقة من أوراقنا. لم يكن هناك على ألسنتهم إلا كلمة واحدة، أو بالأحرى وهم واحد، ألا وهو أن نسلمهم مفاتيح سوريا والسلطة في سوريا. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا إن ممثلي أطراف الحرب السورية خاضوا بكثير من التفصيل في جوهر جدول الأعمال المتفق عليه خلال جولة المحادثات، وأنهم حريصون ومستعدون للعودة إلى جنيف لجولة أخرى من المحادثات. وأضاف: لا أستطيع أن أنكر وجود تحديات كبيرة، ولا أرى هذا يتطور على الفور إلى اتفاقية سلام، لا شك في ذلك. هل تعيد اعترافات مصطفى الصفدي المنتمي إلى داعش خلط الأوراق في جريمة اغتيال الوزير محمد شطح؟ في صباح 27 من كانون الأول عام 2013 ارتفعت سحابة سوداء في سماء بيروت، سببها اغتيال الوزير محمد شطح بسيارة مفخخة ركنت إلى جانب الطريق قرب مبنى ستاركو. يوم ذاك كانت كاميرات المراقبة الشاهد الأول على الجريمة. يقال إن كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع، لا سيما كاميرات ستاركو وفندق فور سيزنز، تؤدي دورا كبيرا في التحقيقات. واليوم بعد توقيف الأمن العام اللبناني مصطفى الصفدي إثر محاولته تفجير نفسه في تجمع سياسي قبل عدة أشهر، اعترف بأن تنظيم الدولة الإسلامية كلفه مراقبة الكاميرات المنتشرة في وسط بيروت، وبأنه كان في مكان عمله في سوليدار لحظة اغتيال الوزير محمد شطح. تنظيم الدولي عبر ضابط ارتباط فلسطيني مقيم بمخيم عين الحلوة كان مكلفه بجمع هذه المعلومات لا استثمارها في وقت لاحق لتحديد الهدف لضربه. يوم اغتيل شطح وجهت قوى 14 من أذار أصابع الاتهام إلى سوريا. القاتل هو نفسه الذي يوغل في الدم السوري واللبناني. إلا أن الرواية اليوم تشير إلى مسار آخر. وجهت أصابع الاتهام بمرحلة من المراحل لتنظيم الدولة الإسلامية، أولا بسبب مكان خروج السيارة اللي هو حدد أنه كان بمخيم عين الحلوة. نقطة ثانية، مصادفة أن يكون مصطفى الصفدي
اللي هو أحد انتحارية تنظيم الدولة الإسلامية واللي تم تجنيده من عدة سنوات، أنه يكون موجود بمركز المراقبة أو كان مطلع على كاميرات المراقبة، وأنه يشهد عملية اغتيال الوزير محمد شطح. المعطيات اللي موجودة أو المتوفرة عند الأمن العام أو معلومات المحققين أكدت أنه الصفدي لم يقدم أي معلومة ولا يوجد لديه أي معلومة تثبت أن تنظيم الدولة الإسلامية ضالع بعملية الاغتيال. مخيم عين الحلوة كمخيم لا دخل له بكل هذا، في أفراد بداخل المخيم هم متورطين بالعبث بالأمن بالداخل اللبناني. أما الاتهامات التي سقطها 14 أذار بهذا الخصوص فهي اتهامات سياسية غير مستندة إلى تحقيقات أمنية أجرتها الأجهزة الأمنية. قبل 4 سنوات شهد الصفدي عبر عدسات المراقبة اغتيال شطح، وهو لو لم يكن متورطا في العملية مباشرة فإن استخدام داعش له منذ ذلك الوقت دليل على خطط بعيدة المدى لذاك التنظيم، ما قد يعيد خلط أوراق الاتهامات. جوال الحجموسة، قناة الجديد. الرئيس ميشيل عون رأس اجتماعا أمنيا والوزير نهاد المشنوق يكشف عن مفاوضات تجرى لمزيد من التدقيق والتفتيش في المطار، ما يتطلب كثيرا من التدريب. عقد اجتماع أمني موسع في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون ومشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء الدفاع والداخلية والأشغال والقادة الأمنيين والعسكريين، وجرى خلاله البحث في أوضاع المعابر الحدودية البرية البحرية والجوية والإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها والتنسيق بين الأجهزة الأمنية وقادتها الجدد. الأمر الأول تعلق بالخدمات بالمطار وطريقة إدارة المطار. الأمر الثاني بيتعلق بالجهوزية الأمنية، وسط ضغوط دولية كبيرة علينا بمسألة الأمن المسافرين والطائرات، خاصة بالفترة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي. والأمر الثالث بيتعلق بكل المعابر الحدودية. فخامته كان توجيهاته واضحة، سواء بمسألة العديد أو بمسائل المتعلقة بالأمن أو بحسن التعامل مع المسافرين أو بحسن إدارة المطار من الداخل وتأمين مستوى مدني لائق لكل المسافرين من مطار وإلى مطار غيره. وشدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في مستهل الاجتماع على أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني وعلى التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية. وكان عون قد التقى رئيس الحكومة سعد الحريري قبيل الاجتماع الأمني وبحث معه في الأوضاع العامة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأشخاص مقنعين بزي أسود على أنهم عناصر من حزب الله، ويجري الحديث عن أنهم ينفذون حملة مداهمات في برج البراجنة الضاحية الجنوبية تستهدف تجار المخدرات والمخلين بالأمن في المنطقة. كذلك يتم التداول بأن الحملة جاءت بعد اجتماع لحزب الله وحركة أمل قررا على أثره رفع الغطاء عن تجار المخدرات. هل عرض على الرئيس حسين الحسيني المشاركة في رسالة الرؤساء السابقين الخمسة؟ لا تزال شكوى الرؤساء ميشيل سليمان وأمين الجميل وفؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي حزب الله إلى القمة العربية مثار تساؤل عما وراء أكمة الرؤساء السابقين. معلومات كثيرة قيلت، منها ما لمح إلى أن الرئيس السنيورة كان طباخ الفكرة ومهندسها بإعاز أمريكي ومباركة سعودية وفق جريدة الأخبار، ومنها ما تحدث عن احتمال أن يكون الرئيس الحريري على اطلاع مسبق عليها. فماذا يقول من كان رئيسا لمجلس النواب؟ وهل يرى الرئيس حسين الحسيني في الرسالة أي قيمة دستورية أو قانونية أو أي أثر؟ الرسالة كانت بمثابة تشويش؟ أي ما بعرف شو النوايا، ولكن نتائجها، العبرة بالنتائج. إني رؤساء لبنانيين سابقين شو مصلحتهم؟ ما بعرف شو خلفيتها هالقصة، ولكن بنتائجها كانت سيئة وأساءت لهم. ما شفتوا مسيء للوضع بحيث أنه كلمة رئيس جمهورية قوبلت بشبه إجماع. البعض شاف دولة الرئيس أنه بالعكس هيدي الرسالة قوبلت إيجابا، والنتيجة كانت أنه الرئيس الحريري أخذوا معه خادم الحرمين الشريفين على طيارته الخاصة على السعودية. بس الرئيس الحريري ما تبنى الكلام. هل كان على علم فيها؟ بشك، لأنه بتسألوا أيضا
يعني بتنتقص من تمثيله. بيقدروا يبعثوا رسالة يعني هيك رؤساء سابقين؟ شو صفاتهم؟ بيقدروا يبعثوا لأنه قصة إعلامية ما لها قيمة رسمية، ما لها أطر لا دولية ولا دستورية، بدليل أنه لو قمة العربية مثلا أشارت لبيان بعبدة بيكون للرسالة إلى معنى، بس بيان بعبدة أصلا مين معترف فيه؟ شو بيان بعبدة؟ أنه والله بدنا نكون حياد. حياد عن مين؟ ثم نحن أرضنا محتلة من قبل عدو اسمه إسرائيل، عندنا حياد مع إسرائيل. الرسالة إلى القمة العربية ركزت في جوهرها إضافة إلى قصف ترسانة سلاح حزب الله على التمسك بإعلان بعبدة، وهو ما لا يستسيغه الرئيس الحسيني أساساً، ولكن هل عرض عليه المشاركة؟ دائماً عم يعرضوا هيك أشياء، بس بيعرفوا أني سلفاً أني أنا برفض. وهالمرة؟ لا، ما جرى فيه. جرى قبلها بالنسبة لبيان بعبدة، بالنسبة لها ما وفعت أبدا. يتجنب الحسيني نعت ما فعله هؤلاء بالمعصية الوطنية، معتبرا أن تربيتنا الوطنية لا تسمح لنا بمس قياداتنا حتى ولو كانوا سابقين، فهيبتهم من هيبة الوطن. دارين دعبوس، قناة الجديد. ما حقيقة تسمم 40 طفلا في مدرسة الحكمة ومرد المدرسة؟ وكيف تحركت وزارة الصحة؟ تسمم 40 طفلا في مدرسة الحكمة هاي سكول تتراوح أعمارهم من 3 سنوات إلى 5، خبر تناقلته وسائل الإعلام وهز الرأي العام، ما دفع مدرسة الحكمة إلى التوضيح كاشفة عن إعازها في إجراء تحقيق فوري وشفاف لمعرفة الأسباب، واضعة نفسها في تصرف وزارة الصحة بهدف التعاون والتنسيق. كان في عنا 40 حالة غياب، 17 تلميذ منهم كان عندهم حالات إسهال وتقيؤ امبارح نهار الخميس، بس الباقيين في عندهم حالات سعلة ورشح واللي هو الأمراض العادية اللي الولد بيواجهها. ومن أصل 360 شخص أكلوا كان عنا هول الحالات فقط. من الأهل طلبنا منهم أنه اللي عمل فحص لولد وعنده أي دوكيومنت يفرجينا إياه يعرض لنا إياه أنه في حالة تسمم. لحديت هلأ ما حدا قدم للمدرسة ولا دوكيومنت بيقول انه الولد غيب لانه كان عنده حالة تسمم. نحن حتى المي الموجودة بالمبنى كلها إلى فلترات، وكمان الأولاد هن اللي بيجيبوا المي تبعهم معهم، وبحال بدهم مي اكسترا نحن منقدم اناني مي مسكرة. يعني الولد ما بيشرب من اي حنفية، الخضرة والفواكه وكله بيتعقم بالطرق الصحيحة اللي لازم يتعقم فيها، فما بقدر ولا مرة واجهنا بالأساس مشكلة من 20 سنة لهلأ بالنسبة للأكل أو بالنسبة للنظافة عنا بالمدرسة. كاميرا الجديد جالت في المطبخ وقاعة الطعام وصفوف التلامذة والمراحيض وسائر الأقسام، ولم تجد سوى الرسوم التزيينية. أما وزارة الصحة فتنتظر صدور نتائج الفحوص المخبرية بعد إرسالها فريقا يكشف في المدرسة. نحن كوزارة الصحة فوق قبلونا بالشيء اللي صار بمدرسة الحكمة، أعطينا الأوامر لمصلحة الصحة بالمبنى توجهت فورا للمدرسة وكشفت اليوم على المطبخ وعلى المياه، وبالغد رح يكون في فريق متراسل من وزارة الصحة رح كمان يطلع لفوق يكشف ياخد عينات، بناء على العينات اللي اتخذت بناء على التقارير حتى نرفع من قبل الفريق اللي كشف اليوم رح يكون عندنا تقرير واضح عن اسباب حالات اللي تعرضوا لها الاطفال بالمدرسه. تتعاون مدرسة الحكمة ووزارة الصحة لكشف أسباب حالات غياب التلامذة 40، والجهتان تعلنان اتخاذ التدابير اللازمة بحق أي إهمال أو تقصير، وفي حال تبين أن الأمر غير جرثومي فستعمل المدرسة لمحاسبة من شهر بسمعتها. رواند أبو خزام، قناة الجديد. بعد الإعلان ساحة النجمة بلا موقف. أهلا بكم من جديد. خطة إنقاذية لصيف 2017 تدخل حيز التعديل.
حدة الاعتراضات وكثرتها قبل جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة خطة الكهرباء تحولتا إلى موافقة مبدئية تخضع لشروط محكمة، وأبرزها اعتماد مبدأ المناقصات ودفتر الشروط، خصوصا في مخص الباخرتين اللتين يخشى البعض انضمامهما إلى فاطمة جول وأورهان باي فيلم شمل العائلة. أكيد المناقصات ليست شكلية وهي جدية، وفي جدية تامة من قبل مجلس الوزراء، وطبعا التزام أساسا الحكم بالشفافية وبالإجراءات الأساسية. نحن بانتظار المناقصة أن تحصل، بانتظار نتائجها ويقر ذلك مجلس الوزراء. المهلة الزمنية تعدلت بالنقاش داخل مجلس الوزراء، صار في تعديلات على الخطة لحتى ما نستخدم البواخر دقيقة أكثر ما نحن بحاجة لها، والترحيل البواخر بأسرع وقت ممكن، لأن حل البواخر ليس حل سليم، هو حل مؤقت ويجب أن يبقى مؤقت. هذا في البند الأول الذي كان من أكثر البنود إشكالية. الخطة الإنقاذية تبدأ باستئجار بواخر جديدة تصفي 50% من طاقة لبنان الكهربائية بين الباخرتين القدام وباخرتين الجداد تحت رحمة شركة تجارية. خطة إنقاذية لصيف 2017 هو العنوان العريض، إلا أن المهلة الزمنية لدخولها حيز التنفيذ ستطول حتما مع فتح باب التعديلات عليها. السرعة مهمة، ولكن السرعة لا يجب أن تكون على حساب يعني الإجراءات والشفافية. أي زيادة أو تعديل بالتعرفة سيحصل، وحسب ما نوقش بمجلس الوزراء سيحصل كل ما زاد الإنتاج وزادت ساعات التغذية تدريجيا. في 7 من تموز 2017 تبدأ زيادة التعرفة على الكهرباء بحسب خطة الوزير سيزار أبي خليل، لكن أحدا لم يحدد في أي يوم يصبح لبنان أون. ليال سعد، قناة الجديد. وزير الطاقة يعلن عن خطط إنقاذية لقطاع الكهرباء للصيف الحالي، وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميلة عنان زلزله. شرح وزير الطاقة سيزار أبي خليل في مؤتمر صحفي خطة الإنقاذ الكهربائية التي وافق عليها مجلس الوزراء. تأمين 7 ساعات إضافية تغذية، 7 ساعات إضافة إلى 3 ساعات المتأتي من إنجاز معملي الزوق والجي الجديدين، تأمين 7 ساعات إضافية عن طريق استدراج عروض لطاقة كهربائية طارئة ومستعجلة عبر معامل عائمة. ليش معامل العائمة؟ لأنه معامل واحد جاهزة، معامل لن تاخد أرض عم نبني عليها معاملنا، قريبة من مصادر تغذية بالفيول أويل، وقريبة للنفاذ على شبكة الكهرباء من المعامل الموجودة، هي أصلا ساحلية. في إطار جولته في أستراليا، زار وزير الخارجية جبران باسيل مدينة ملبورن، حيث أقام له القنصل العام في ملبورن غسان الخطيب حفل استقبال في قاعة القديس مارون التابعة لكنيسة سيدة لبنان. وفي كلمته أكد باسيل على وجوب عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. واجب علينا وحرام علينا أن نقبل أنه يصير مع النازحين السوريين مثل ما صار مع اللاجئين الفلسطينيين. نحن بعد فينا اليوم نشتغل فالنازحين السوريين يرجعوا على أرضهم بكرامتهم وبأمانهم، تنحافظهم على سوريا ونحافظ على لبنان. في احتفال لمدارس المصطفى، جدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تمسك الحزب بالنسبية في قانون الانتخاب. إذا أردنا أن نستفيد من الوقت المتبقي وهو وقت غير مفتوح، من المهم أن نعود إلى النسبية لأنها الأكثر عدالة، ويمكن أن تنجز لنا هذا المفصل التاريخي المهم. استقبل الرئيس نجيب ميقاتي الوزير السابق فيصل كرامي في مقر جمعية العزم والسعادة في طرابلس، حيث تم التداول في الأوضاع المحلية ولا سيما قانون الانتخاب والتطورات المستجدة بشأنه. التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون قائد العمليات الخاصة الأمريكية الجنرال ريموند توماس على رأس وفد بحضور السفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد، وتناول البحث على علاقات التعاون بين جيشي البلدين. ثم استقبل القائم بأعمال السفارة الهولندية في لبنان يرافق الملحق العسكري، وشكر قائد الجيش السلطات الهولندية على المساعدات التي تقدمها للجيش اللبناني.
أكد مصدر أمني أن الانفجار الذي وقع في عرسال الخميس لم يكن مدبرا ليستهدف الجيش اللبناني، بل هي تصفيات بين السوريين أنفسهم في البلدة. بعد صلاة الجمعة نفذ أهالي موقوفي أحداث عبرة الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية وقفة تضامنية مع أبنائهم، طلبوا خلالها بالعفو العام عن الموقوفين المحكومين. نفذ عشرات الأساتذة المستعان بهم في التعليم الأساسي اعتصاما أمام وزارة التربية للمطالبة بإنصافهم وتوقيع عقودهم لوضعهم على جدول موازنة التربية. منذ بداية العهد الجديد ونحن ننتظر تنفيذ وعودكم بحل قضيتنا وإنهاء هذه المهزلة بحق 2000 مدرس ومدرسة. نظم الثانوية المهدي في بعلبك معرض العلوم لتلامذة الروضة الثالثة بمشاركة مدارس المهدي في بعلبك والنبيشيت وشمستار والبزلية برعاية النائب علي المقداد الذي أسف على عدم التوافق بعد على قانون انتخاب. أقدم مجهولان على سرقة سيارة نور جديدة في بلدة طليا على أوتوستراد بعلبك التي تقع على بعد 200 متر من مقفر طليا و150 متر من نقطة حراسة للجيش اللبناني. وأفاد صاحب الصيدلية عن سرقة أدوية ترامال وأدوية أخرى وجهاز كمبيوتر وحليب للأطفال. وقد رفعت الشرطة القضائية البصمات والتحقيق جاري لكشف الفاعلين اللذين يظهران في كاميرا المراقبة في الصيدلية. بعد الضجة التي أثارها وزير السياحة أواديس جدانيان حول كلامه عن أرمينيا ولبنان وعلاقته بتركيا، يوضح الوزير موقفه للجديد. خلينا نبلش من هون، أنا لبناني من أصول أرمنية، أنا لبناني ولبنان وطن نهائي بالنسبة لي. هي جرعة لبنانية أكدها وزير السياحة أواديس جدانيان بعد كلامه الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي ردا على سؤال في برنامج حديث البلد. لبنان أو أرمينيا؟ أرمينيا. وهذا من بترفع لك القبعة، هذا بلد الأم. يعني حضرتك وزير بحكومة لبنان، وزير لبناني وراك في العالم اللبناني. صح. يعني إذا هالقد في البعض اعتبر خليه يروح يعمل وزير بأرمينيا، وليش بده يعمل وزير بلبنان؟ جيبوا وزير لبناني منتمي 100% وأفضلية بلد ومش أفضلية بلد آخر. أنا وزير سياحة لبنان فعلا لبناني، أنا أرمني قلت بصدق يلي بشعره، لأنه بشعر إنه مش محبة أرمينيا أكثر من لبنان، بس كوني أرمني طاغي بمكان ما على إحساسي وعلى تفكيري وعلى معتقدي. بطريقة الجواب لا، غلطت بطريقة الجواب. كان ممكن مثل ما حكيت بموضوع تركيا وإسرائيل قلت اثنين وما فيه فضل بين الاثنين، كان فيه هون قلن وفكرت فيها بلفظتها أنه ما حد ما فيه يختار بين أمه وبيه، كانت خلصت القصة. إذا صار في شيء فيه مصلحتين، مصلحة الأرمنية بتقول شيء والمصلحة اللبنانية بتقول شيء. أنا وزير بعمل مصلحة اللبنانية، واضح. أنا وزير بعمل مصلحة اللبنانية، لما ما بقى ببقى وزير بكون إنسان عادي، وقتها بتكون كل حادث له حديث. كل حادث له حديث حسب. لا ساعتها إذا نشوف إذا بتجي وزير مرة تانية ولا لا. لكن أنا ما بيهمني، هيدي كثير واضحة، أعمل وزير بإني بيع مبادئي أو غير مبادئي أو معتقدي. وزير بحكومة لبنان ولا وزير بحكومة أرمينيا، وين تختار؟ وزير بحكومة لبنان. بتشجع السياحة التركية بلبنان؟ اجمالا ما بشجع شيء خاصه بتركيا. لا بدك تشوفهم ولا بدك تزورهم ابدا، ولا يجوا لعندك، ولا بدي شجع منتجاتهم ولا بدي يتعاطوا معنا. اذا صار في كنتك ترفض، مثل ما في ناس بالحكومات في مواد هن ما بيحبوا يتعاطوا معهم، لما يجي تراخيص لهالمواد بيطلبوا من وزراء اخرين يمضوا، انا بموضوع تركي بطلب من الوزير يلي هو بالانابه يجي يتعاطى بالموضوع. ما برفض، بس بطلب منه مسموح لغيري مسموح لألي. طلب منك الاستقالة، طلب منك تعتذر ولا ما بتعتذر؟ أنا ما أسأت لحدا تعتذر، إذا طلب مني رسميا استقيل بستقيل، ما عندي مشكلة أبدا. يرى البعض أن من الصعب على من ليس أرمنيا فهم موقف الوزير، فيما يرد آخرون إذا كان كلام وزير السياحة خطأ فإن مجاهرة زملاء له بانتمائهم إلى محاور خطيئة. رشا الكرم، قناة الجديد. رد المجلس الدستوري الطعن في قانون الإيجارات المقدم من 12 نائبا، ومن ثم أصبح القانون نافذا. بقيت أزمة قانون الإيجار مكان كراوح، وزادها تعقيدا رد المجلس الدستوري الطعن في هذا القانون الذي كان قد قدمه عدد من النواب. ولكن ماذا يعني رد الطعن وما أهميته؟ إجا المجلس الدستوري شرح ليش رد هذا القانون، لأنه بمطارح معينة حق التقدير يعود لمجلس النواب. مطرح آخر اللي طاعن ما قدر ثبت
ليش مثلا هذا القانون بيضرب العيش المشترك؟ ليش بيفرغ بيروت والمدن من قاطنيها؟ ليش بمطرح بيضرب الإنماء المتوازن؟ الدولة بمطرح معين لازم هي تساعد بموضوع السكن وهي ترمم وتعوض على المستأجرين. مضمون القانون يحدد بدل المثل أي القيمة التأجيرية للمسكن على أساس 4% من قيمة الشقة، فلو كان ثمن الشقة مثلاً $100,000 فإن إيجارها سيصبح بعد 6 سنوات $4,000 سنوياً. أما آلية الدفع فعلى الشكل التالي: في السنوات الأربع الأولى على المستأجر أن يدفع بدل إيجار سنوي يساوي مجموع ما دفعه سابقاً يضاف إليه 15% من الإيجار. في السنتين الخامسة والسادسة يرتفع المعدل من 15% إلى 20%. وفي السنوات السابعة والثامنة والتاسعة يصبح بدل الإيجار السنوي يساوي بدل الإيجار بالكامل، وعلى المستأجر أن يخلي الشقة نهائيا عند انتهاء السنة التاسعة من دون أي تعويض في حال عدم القبول بعقد الإيجار الجديد. أما تعويض الإخلاء فيحدد على أساس الفرق بين بدل الإيجار الذي يدفعه المستأجر حاليا وإيجار المسكن. ويلحظ القانون سقفا للتعويض لا يتجاوز 35% من قيمة المسكن في حال الاسترداد للضرورة العائلية، و 50% في حال الاسترداد للهدم وإعادة البناء، وهو ما يرفضه المستأجرون القدامى. نطلب المجلس النيابي نظرا للخطورة بفرز الطائفة ونظرا للخطورة الموجودة في قرار المجلس الدستوري، نطلب أن يصير في تعديل جوهري وجدي. رئيس الحكومة سعد الحريري وعد بإنشاء حساب خاص تموله الدولة لمساعدة ذوي الدخل المحدود. المسألة ما بتعود لرئيس الحكومة، القانون ملزم بهذا الصندوق وبالنظام المالي وبالمساعدة، وكل الأمور هاي بدها تجي. هلأ ما فينا نوعد أنها رح تكون فعلا بالشكل اللي مننتظره ومنحلم فيه، لأنه مطرح معين القانون شيء والتطبيق القانون شيء آخر للأسف، لبل ما عنا إمكانية لمراقبة التنفيذ بهذا البلد. أما السؤال فيبقى: كيف يمكن أن تمول الدولة الحساب الخاص بالمستأجرين وهي إلى اليوم لم تجد ما يمول سلسلة الرتب والرواتب إلا ضرائب تثقل كاهل المواطنين؟ ألين حلاق، قناة الجديد. ساحة النجم في صيدا تخسر موقفها العمومي. لسنوات مضت اكتسبت هذه النقطة في صيدا مكانة لكونها ساحة مركزية للمواصلات بين بيروت والجنوب، لكن قرارا بإخلاء موقف ساحة النجم من الحافلات أتى ليفرغ المكان من عصبه. موقف بصيدا هو محطة ترانزيت، محطة ترانزيت توزع على كل المدن، بيروت، نبطية، سور والعكس، وبهدلوا العالم بقلب الشوارع. شفتوا العالم كيف عم تتشمشط؟ شفتوا احنا كيف عم نتشمشط؟ تفضل تتشمشط. كيف العالم عم تتعذب؟ ليك العالم كيف عم تتعذب؟ ليك شفت العالم كيف عم تتعذب؟ مش حرام هيدا؟ نحن مش من حقنا هون نشتغل ونعيش وناكل خبزنا بعرق اجبيننا زتونا برا؟ مش حرام؟ بالأساس مثل هذا الموقف ما في بكل لبنان، ما في مثله هذا الموقف. حال التشرد التي يعاني منها سائقو الحافلات تتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى بلدية صيدا التي لم توفر بديلا من الموقف حتى الساعة، فيما تحتل صورة كبيرة لساحة النجمة حيزا كبيرا من مكتب الرئيس. اللي صار امبارح أمنوا محل يعني ما مش بنفس المساحة اللي موجودة هلأ، إنما يقدروا يستعملوه مؤقتا، وحنشوف يعني حوالين المنطقة بيقدروا يقولوا بلدية صيدا تتعهد بحل المشكلة وإيجاد مكان بديل خلال 6 أسابيع. وبهالست أسابيع شو بيعمل؟ معقول يعني هي اليوم حددوا أخذوا شقفة أرض بالوجي، وبعدين الـ يعني الباقيين بده يكونوا في الشوارع المحاذية. اتحاد النقل العام يستعد لخطوات تصعيدية في حال لم توفر البلدية بديلا. نحن هلا تقريبا عم نتواصل نحن والحاج بسام بطليس، ويمكن بكره يجي على صيدا ويدعي لمؤتمر صحفي لأي تحرك بده يصير لنا، لأنه اللي صار فينا مش معقول.
هذه صورة لساحة البرج في بيروت أو ساحة الشهداء التي كانت بدورها نقطة مركزية للمواصلات وسحبت روحها الشعبية لمصلحة مشاريع رؤوس الأموال. وهذا السيناريو يتكرر في صيدا. هند الملاح، قناة الجديد. بعد الإعلان انتحار نازح. شاب سوري حاول الانتحار بالنار بعدما رفضت السلطات اليونانية اعطاءه حق اللجوء، والمأساة موثقة بالصوت والصورة. يأس هذا الشاب السوري طالب اللجوء في اليونان دفعه إلى إحراق نفسه، فسكب مادة البنزين على جسده وأضرم النار فيه داخل معسكر لطالبي اللجوء بجزيرة تشيوس. وبعد محاولته المتكررة للحصول على حق اللجوء والتي باءت جميعها بالفشل، أقدم الشاب البالغ من العمر 29 عاما على الانتحار بالنار، وظهر بمشاهد مؤلمة في فيديو بثته وسائل إعلام يونانية عدة. بدا الشاب في الفيديو وهو يشرح لمن تجمعوا حوله في المعسكر الذي يضم أكثر من 1200 طالب لجوء عالقين أسباب نيته إنهاء حياته، وهو الذي عانى على ما يبدو ما اعتبره ظلما لاحقا به من سلطات الجزيرة لرفضها طلبات متكررة تقدم بها للحصول على اللجوء ولتهديدها بإعادته إلى حيث جاء من سوريا. وفيما حاول شرطيان يونانيان ثنيه عن إحراق نفسه، استغل لحظة انشغال أحدهما عنه وقام بإشعال ولاعة سجائر كانت بيده وأضرم بنفسه النار. هذا وأفادت وكالات أنباء يونانية عن نقله إلى المستشفى، وقد كشف الأطباء أن الحروق نالت بنسبة 90% من جسمه. القطرية والإماراتية تتصديان لقرار ترامب وتعلنان توفير حواسيب على متن رحلتهما المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع المسافرين من اصطحاب أجهزتهم الإلكترونية التي يزيد حجمها على حجم الهاتف المحمول على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، قررت شركتا الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران الإماراتية توفير أجهزة الكمبيوتر المحمولة مجانا لمسافري درجة رجال الأعمال لاستخدامها على رحلاتهما المتجهة إلى الولايات المتحدة بدءا من الأسبوع المقبل. إشارة إلى أن قرار المنع شمل 10 مطارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة. أقيم بقصر اليونسكو حفل تكريمي للفنان الراحل عبد الحليم حافظ بمناسبة مرور 40 سنة على رحيله. أقيم بقصر اليونسكو حفل تكريمي للفنان الكبير عبد الحليم حافظ بمناسبة مرور 40 سنة على رحيله. هذا الحفل هو هيك استعادة لتاريخ جميل وتاريخ ثقافي وتعلق الحياة بالفن العربي الأصيل وتعلق بالثقافة العربية وبالعروبة، فما نطلع عليه فقط أنه هي أمسية موسيقية، بل هي عودة للالتزام بالعروبة المستنيرة التي تجمعنا مع أشقائنا في العالم العربي. وعمر ما خنكم ولا اشتكى منكم، وعمر ما باعكم ولا انشغل عنكم. أنا أول شيء مسرور جدا لاستعادة ذكرى رجل عظيم، فنان عظيم من مصر، لكن هو لملك للوطن العربي كله. شو أحلى غنية لعبد الحليم حافظ بتحبه؟ أنا بحب سواح. بتغني لنا جملة صغيرة منه؟ صعب علي. صعب علي. كامل الأوصاف تغني العيون السود خدوني منها
على الموسيقى وعلى الأغاني، حلمت أنه أنا لازم بالأحرى هيك إذا ربنا بيحبني وقف على مسرح غني مع الأوركسترا الشرقية تحديدا بمحل مثل الأونسكو والأغاني لعبد الحليم حافظ تحديدا. شيء جميل أنك تكرم فنان عظيم مثل عبد الحليم، هذا شيء جميل. وإلى أخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع ميشا جويش. مرحبا. توسيع اللحظات المؤلمة والحزينة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نشر الفيديوز أو خدمات اللايف عم بيصير ترند أو موضة رائجة بين الناشطين على السوشيال ميديا. أحدث هالفيديوز هو من الكويت لما قررت سيدة تصور عاملة منزلية اللي بيّنت ممسكة بحافة البلكون وعم بتقول لمخدومتها مسكينة، بس هالتوسل ما كان كافي ليحط رحمة بقلب هالسيدة اللي انتقدت كتير على مواقع التواصل، خاصة إن هي اللي نشرت الفيديو على سناب شات ووصفت بأنها مجردة من الإنسانية وبلا قلب، والبعض اعتبر إنه في قوانين بتعاقب الشخص اللي ما بيساعد إنسان بحاجة للمساعدة، فكيف إذا كمان هالشخص عم بيوثق هيك لحظات ببرودة أعصاب؟ ولحسن الحظ ما تأذت العاملة لأنها يبدو وقعت على مظلة بأسفل البناية، الشيء اللي خفف من ضرر الوقعة، وما نعرف إذا كانت العاملة عم بتحاول تنتحر أساساً. أبا مينونة تعالي امسكني امسكني امسكني. شفنا من فترة حملة على مواقع التواصل بعنوان انتبهوا أونلاين للوقاية من مخاطر الإنترنت على المراهقين. لهالسبب وبصفتها الشريك الأكاديمي البحثي بالحملة أجرت الجامعة الأنطونية دراسة شملت تقريباً 1900 تلميذ بالمدارس وخارجها وتراوحت أعمارهم بين 13 و 18، ونتيجتها كانت أنه أغلبية المراهقين بلبنان ما بيتعرضوا لأي رقابة على الإنترنت من قبل أهلهم، لا لناحية المضمون ولا لناحية ساعات استخدام الإنترنت، وعدد منهم بيتلقى أو بيتبادل صور وفيديوز متعلقة بالعنف والتطرف وهن على اتصال مع شخص غريب. وبتفاصيل الدراسة 70% من المراهقين اللبنانيين بيتواصلوا مع شخص غريب على الإنترنت، و16% بيعرفوا أبليكيشنز بيستخدموها المتطرفين، 42% من الأولاد بالمدارس بيلعبوا ألعاب عنيفة على الإنترنت، و97% من الأطفال عندهم أكاونتس على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو تويتر، وهيدا بيعني أنه معظم الأطفال اللي بيستخدموا هالموقعين عم بيكذبوا بأعمارهم، لأنه بالمبدأ لازم يكون صار عمره 18 ليكون عنده أكاونت. وآخر خبر من تويتر اللي عم بيكون كريم على مستخدمينه اللي بيعانوا من عدد الأحرف بالتويتس اللي ما بيقدر يتخطى 140 حرف، فهلأ بطل ينحسب اسم الشخص اللي عم ينعمل له منشن بالريبلايز، وإذا كانوا أكتر من شخص واحد ما رح يبينوا الأسامي غير ما تنحط الماوس عليهم. لهون منكون وصلنا لنهاية أخبارنا، اللي فيكن ترجعوا تتابعونا على صفحة ترندز على فيسبوك، وفيكن تتابعونا على الحسابات اللي عم تمرق بأسفل الشاشة. أخبار جديد من مواقع التواصل الاجتماعي بنشرة بكرة، وعطلة نهاية أسبوع ممتعة. وقبل جولة الصحف إلى ديمقراطية. تيك تك العوافي. لقاء الأربعة النيابي اللي بيعدوا الرئيس بري كل أربعة أثار حفيظة البعض، وهالبعض مش قليل، وفي منهم من خارج مجلس النواب، مثلا العميد كارلوس إدي اللي اشتكى قدام النايب نديم الجميل والأستاذ ميشيل معوض. تيك تك. شيخ نديم وميشو، بدي أعرض عليكم فكرة، ليش ما بنعمل نحنا لقاء الأربعاء؟ لشو عميد بدنا نعمل لقاء الأربعاء؟ إنه ليش الرئيس نبيه بري بيستدعي النواب وبيقعدهم مثل تلاميذ الصف وبيعملهم لقاء الأربعاء؟ أنا كتير بيزعجني هالشي كتير. صحيح عميد، كأنه النواب تلاميذ حضانة والأستاذ عم بيربيهم. بس نحن ليش بدنا نعمل لقاء الأربعاء؟ شو بدنا نقول فيه؟ نعمله ما بنعمل فيه أستاذ، هيك بيحسوا النواب بالحرية مش بالفزع من الأستاذ، ومنسميه لقاء الأربعاء الحر. بس ما فينا نعمله الأربعاء عميد، بيكون نص النواب عند الرئيس بري. بسيطة، محلحولة، منوزع الدعوات للقاء الأربعاء الحر ومنحط بالكارت ملاحظة يعقد يوم الخميس أو الجمعة أو السبت، شو بيأثر؟ يس.
رسالة الرؤساء الخمسة للقمة العربية اللي لقت استهجان لبنان كبير كانت بالنسبة للرئيس نجيب ميقاتي امتحان نجح فيه وتأهل للخطوة التالية. منشوف امتحان شو والتنين بشوفكن. أنا جيت أخذ النتيجة منك معلم، نجحت بالامتحان؟ طمني، صار فيه إجزو بالشارع طرابلسي؟ نعم نعم. يعني منتحالف بالانتخابات؟ منتحالف. وتفضل، هيدي شهادة تنويه مني على موقفك البطولي بالرسالة إلى القمة العربية. شكرا شكرا شكرا. دخلك أشرف مقشر ليمون؟ أنا ما بقشر ليمون، أنا بعصر عصر. والآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم، والبداية من صحيفة النهار. وفي معشات النهار: لبنان المخيم الكبير أخطر تحذير للحريري. جملات يرفض مشروعا انتخابيا يقسم اللبنانيين ويلغي التنوع. انتهاء جنيف 5 بلا تقدم. واشنطن نتقبل الواقع السوري. أيضا في النهار: إسرائيل تثير استياء فلسطينيا ودوليا بقرارها بناء مستوطنة أولى منذ 25 عاما. ومن صحيفة النهار إلى صحيفة الأخبار: توافق على التعيينات في المعلومات أم بداية خلاف بين أمل والأمن الداخلي؟ قانون الانتخاب كفى تضييعا للوقت. وإلى صحيفة الأنوار: تشديد الإجراءات الأمنية في المطار بعد الاجتماع في قصر بعبدة. بارلياس تشكو من تلة النفايات. الحريري أخشى وقوع اضطرابات أهلية نتيجة التوتر الناجم عن النزوح السوري. السيسي يلتقي ترامب الاثنين. المعارضة السورية في ختام مؤتمر جنيف: النظام يرفض بحث الانتقال السياسي. ومن صحيفة الأنوار نصل إلى صحيفة الديار، وفي منشات الديار: على ماذا اتفق الحريري وجنبلاط في اللقاء الصباحي المطول في المختارة؟ النقاشات في القانون تراوح مكانها، والتمديد لسنة، والتعيينات بالتقسيط. اللوحة الانتخابية: الشيعة مع النسبية، المسيحيون مع المختلط، الدروز والسنة مع الستين. وأيضا في الديار: الجيش السوري استعاد مناطق في ريف حماة، لا تقدم في جنيف 5، ودمشق تهاجم دمستورة. البيت الأبيض لقبول الواقع السياسي السوري فيما يتعلق بالأسد. وإلى صحيفة المستقبل: لجنة عليا سعودية لبنانية مطلع أيار في مقاربة جديدة للنازحين في بروكسل، بنى تحتية واعتدال. المعارضة: الأسد مسؤول عن جذب الإرهاب. وأيضا في صحيفة المستقبل: نداء استغاثة لغوتيريس من تخوم الموصل. ومن المستقبل إلى صحيفة البناء، وفيها اليوم: الجعفري يعلن نهاية جولة جنيف دون ردود على الأوراق وبند الإرهاب. البيت الأبيض: يجب قبول الواقع السياسي فيما يتعلق بالرئيس الأسد. الحريري في بروكسل لمؤتمر النازحين يطلب تمويل التوطين بدل العودة. و أيضا الجعفري: البعض أتى إلى جنيف لتقويض العملية السياسية. وإلى صحيفة اللواء، وفيها اليوم: قنبلة النازحين تسبق الحريري إلى بروكسل، 12 مليار دولار للبنى التحتية. مجلس الوزراء الجمعة المقبل، وإجراءات أمنية في مطار بيروت بمتابعة السفير البريطاني. انتهاء جنيف 5، بحث المسائل الجوهرية دون أي اختراق. باريس بعد واشنطن تدعو لعدم التركيز على مصير الأسد. وإلى صحيفة البلد، وفيها اليوم: أمن المطار في الواجهة وعراك انتخابي بالنسبية. باسيل يحاكي الحنين الاغترابي بجرعات أمل، ومفاوضات جنيف بلا ثمر. وإلى صحيفة الجمهورية، آخر الدواء الانتخابي قمة سياسية. ومن صحيفة الجمهورية إلى صحيفة الحياة،
سباق أمريكي روسي على إدلب بعد الرقة ومفاوضات جنيف تنتهي من دون اختراق. واشنطن تدمج فصائل معتدلة لقتال الإرهابيين. أيضا داعش يوقع الأمريكيين في فخ ضرب المدنيين. السلام والمناطق الآمنة والأسد بين ترامب وعبد الله الثاني. وثلاثة قتلى من القاعدة بغارة على أبين. و22 قتيلا بتفجير حسينية في باكستان. والختام سيكون مع صحيفة الشرق الأوسط وفيها أولويات ترامب في سوريا تخلط الأوراق. عودة الاستيطان إلى الضفة اختبار لترامب وإطلاق يد البنتاغون في الصومال. إذن أختم هذه الجولة على الصحف والآن تذكير بأبرز ما جاء في النشرة. البيت الأبيض بشار الأسد رئيس سوريا وزعيمها والأولوية لهزيمة داعش. اجتماع أمني في بعبدة يلف الحدود والمطار. الجلوزية الأمنية وسط ضغوط دولية كبيرة علينا بمسألة الأمن المسافرين. الحسيني عن رسالة الخمسة. نتائجها كانت سيئة وأساءت لهم إلو. خطة الكهرباء لا أون ولا أوف. السرعة مهمة ولكن السرعة لا يجب أن تكون على حساب يعني الإجراءات والشفافية. بين أرمينيا ولبنان وزير السياحة يوضح للجديد. بطريقة الجواب لا غلطت بطريقة الجواب. وكان في النشرة السنيورة يحيي 40 عبد الحليم. بل هي عودة للالتزام بالعروبة المستنيرة التي تجمعنا مع أشقائنا في العالم العربي. تخلو وعمر ما خنكم ولا اشتكى منكم. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز. أعود وألتقي بكم عند 10:30 في موجز الأخبار. إلى اللقاء.